الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله صباح حضراتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في ثالث أشواط هذا المساء، مساء السباق المحلي الثامن في ثاني أيامه. هذا اليوم يوم الأحد السادس من يناير 2013، ثالث الأشواط ينطلق على بركة الله الخاص بالإبكار، ونندفع أيضا لمعرفة المراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أتابع الصدارة في هذه اللحظات، أتابع الشعارات المتواجدة في المقدمة لأجد شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الوجبة والمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني وجود مخيفة على ثاني المراكز أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمرها السيد سلطان بن محمد الوهيبي. بينما ثالث المراكز وجود الجزيرة على المركز الثالث لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، محمد بن علي بن جرحب المري في المتابعة والتضمير. المركز الرابع منصورة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن حسين بن جرحب في المتابعة أيضا. المركز الخامس وجود شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع هملولة يضمرها السيد سلطان بن محمد الوهيبي. هذه الأسماء المتقدمة المراكز الخمسة الأولى المندفعة. شاهدنا الشوطين الماضيين الأشواط الرئيسية، أطلق عليه الذهبي لإنجازاته الذهبية لسجلاته الحافلة. الذهب دائما يظهر في اللحظات الأخيرة. يا سلام، ولكن الخطر يا أبو جابر، الخطر هملولة الظبي على المركز الثالث والثاني هنا، ولكن الوجبة اللحظات القاتلة. يا سلام، الوجبة هملولة، الوجبة أعلنت الفوز. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني هملولة، المركز الثالث الضبي، المركز الرابع منحاف، والمركز الخامس مخيفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس، أزف التهنئة مجددا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وتحقيق النقطة الثالثة في هذا المساء مع الوجبة اللي أعلنت الحضور وأعلنت تميز هذا الشعار وتميز الذهبي كعادته دائما حينما خطفت الناموس بتوقيت زمني 7:39 وفاء وتماما توقيت الوجبة. أهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والذهبي سالم بن فاران المري. 7:39، 4 أجزاء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثاني اللي هي هملولة، و7:40، 7 أجزاء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث الظبي، كلاهما لسعادة الشيخ.